محل فريدي تشيكن للأغنياء بس. أرخص فريدي تشيكن في مصر 10 قطع ستريبس و3 ريزو ب 250 جنيه. في وسط غلاء الأسعار المجنونة قررت أرجع بسلسلة الأغنياء بس، وفي رحلتي للبحث عن أرخص فريدي تشيكن في مصر. وفي رحلتي للبحث عن فراخ محمرة وفي مصر الجديدة تحديداً اكتشفت مكان بيعمل أكبر وأرمش وأرخص فريدي تشيكن اسمه تيكوس. ينزل بالدبوسة تنزل تطلع فاضي. يلا بينا نشوف الحوار ده. عندكم فراخ؟ انتوا ارخص ولا عايزين دخيله؟ ولقينا عرض التيريو بوكس 3 قطع فريد تشيكن وعيش وكروسلو ب 99 جنيه. قرب كده من صوت القرمشه. هوبا هبقى عجبك مش مقرمشه ولا. بس الهاك هنا ان انت لو جيت حد او اتنين او تلات هتاخدها ب 89 جنيه بس، او هتاخد الديزل اوفر قطعتين فرايدي تشيكن وريزو وكولسلو ب 89 جنيه برضو. جامد يا جدعان. وفي عرض حلو قوي اسمه انرجي بوكس، اتنين فرايدي تشيكن وعيش وفرايز ب 69 جنيه، ولو انتم شله يبقى العرض العائلي 10 قطع ستريبس و3 ريزو ب 250 جنيه. الستريبس عندهم هنا الوان، يعني انا طلبت الجولد. الستريبس دول بالنسبه لي سناكس على ما الاكل يجي او الاكل وصل. ولو عايز تاكل فراخ هتلاقي 10 قطع فرايدي تشيكن وكولسلو كبير و3 عيش ب 339 جنيه. ودخلنا على السندوتشات، عرض السنجل كومبو سندوتش من اختيارك وفرايد ودرينك وكولسلو ب 99 جنيه. تعالى لي ادي ايه الموتزاريلا ستيكس ده، بيج بيكن ولا بيج بن ولا لانشون؟ وده هيبينو. انا بشرح بس المكونات بس بصراحه معلش. ندوق بقى الفراخ. وفي عرض احلى ومش هتلاقيه موجود في المنيو، السنجل بوكس سندوتش بيف وسندوتش تشيكن ب 69 جنيه، ولو انتم شله يبقى عرض الكوارتر عباره عن 4 سندوتشات من اختيارك ب 279 جنيه، والاسعار شامله الضريبه والخدمه وكل حاجه. وفي عرض اللعيب عباره عن تورنيدو تشيكن ساندوتش ودرينك وفرايز ب 65 جنيه. كولسلو بقى ايه؟ كولسلو بقى ايه؟ ما بيتاكلش كده، لازم تقلبه، مش محتاج يعني نقطعه على طول، نقطعه على طول. تعالى بص، غرقان في الصوص. لا انا باكل بجد، اقفل.